السلام عليكم اخواني، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ قبلكم طبعا بلد جديد انزين لريل دي اي على قولتهم، انزين ريل دي اي بس مشوايه. طبعا هذا كان اقوى سلاح في اللعبه، انزين ان من ضربه واحده كان يسوي نزيف خيالي. يعني عادي اتوقع ان اتوقف هذاك الوقت كانت من ضربه واحده حتى تغلبون كل الوحوش، يمكن رادان بس ضربتين ثلاث. انزين طبعا اقصد بالنزيف ان تشوفوا ضربه واحده ايش كثر تسوي نزيف، لان يعني فنفس ما اقول لكم ها سووا له نرف قبل ما يسووا له نرف كان بس ثواني نفس ما تشوفون مثلا هني. زين كان اول شيء 220 او 230 اتوقع، والاركين كان اس اللي هو اعلى شيء، لكن طبعا سووا له نرف خيالي فخففوا الضرر فيه. لكن بعد يعني اقول تقريبا ضربتين ثلاث تغلبون كل الوحوش، ورادان طبعا بعد نفس الشيء ما استلم من السلاح هذا. طبعا هذا هو السلاح بلاد فيند بلاد ارمز، انزين وحط فيه الرويال نايت ريزيرف، لان هذه طبعا شو اسوي لمده 10 ثواني الضربه اللي بتضربونها الضربه الجايه اللي هي مثلا اول وحده يكون الدمج فيها 80% زياده، عرفت انتو كيف؟ طبعا هالشيء يتم لمده 10 ثواني. عقبها طبعا اي سيل انزين عشان البف، بس انا هني حاط اللي هو دراجون كوميونيون سيل. هذا طبعا شو يسوي؟ اذا مثلا انتو عندكم اي مثلا خلينا نقول سبل فيهم اركين انزين بالذات البليد، يعني طبعا هذا يزيد الضرر فيهم شويه، لان حتى نفس ما تشوفون هني الاركين فيه ثواني بس سوري الاركين فيه 10، عرفتوا انتم كيف؟ لكن اذا مثلا ما عندكم فها شيء عادل، لان انا حاليا هني ما احتاج تقدرون تقولون. وهني عندنا الوايت ماسك، لان نفس ما اقول لكم هني النزيف بسرعه يستوي، فيوم يكون في نزيف طبعا تقوى الضربه يستوي فيها الضرر، يعني زين 10% زياده لمده 20 ثانيه. وهني طبعا عندنا ركشاصه 6 الباقي طبعا من غير الماسك 6% يستوي ضرر زياده. عقبها عندنا 200 سوارد تالزمن، ها طبعا يزيد الضرر يوم تمسكون السلاح بيدين، عرفتوا انتو ايش قال؟ فكذي يستوي الضرر 15% زياده. وهني عندنا الاكس تالزمن، هذا يوم تشحنون الضربه، طبعا كذي ما تكون مشحونه، لكن لكن يوم تشحنونها تشوفوا ايش قال الحين في ابطا شويه. هذه طبعا تزيد الضرر 10% زياده فقط في حال الشحن، اذا شحنتوا الضربه الثقيله. زين عقبها هني طبعا عندنا لورد اوف بلاد اكسلتيشن، هذه تزيد الضرر في حاله النزيف، زين يستوي الضرر 20% زياده. فويا الوايت ماسك طبعا حاليا التوتال يستوي 30%، زين بس لكن مشكلتهم اثنيناتهم لمده 20 ثانيه، لكن انا اقول لكم يعني 20 ثانيه تكفي وزياده، لان ما في يعني تقريبا ما في وحش ما خلصته بسرعه، عرفتوا انتم كيف؟ فهني عندنا دراجون كريست جريت شيلد، هذا طبعا يخفف الضرر الجسدي فقط 20%. وهني عندنا البلاد بويل اروماتيك، هذه طبعا شو تسوي؟ تزيد الضرر 25%، تخفف كل انواع الضرر 10%. انزين طبعا هاي يزيد الضرر الجسدي بس 25%، ونحن طبعا لان بنكون قراب من الوحوش وطبعا نفس ما انتم تشوفون فهذا ضرر جسدي، عرفتوا انتم كيف؟ و10% طبعا يخفف كل انواع الضرر، و10% يزيد من الاستامينا لمده 60 ثانيه او دقيقه كامله يعني. غير كذي فعندنا هنيها في السبيلز البلاسينج بون، هاي اللي ترد الدم شوي شوي لمده 90 ثانيه. جولدن فاو اللي تزيد الضرر 15%، وتخفف كل انواع الضرر 10% لمده 80 ثانيه. عندنا هني سوارم اوف لايس، هذا طبعا بس في البدايه يسوونها اول ما تدشون عند الوحوش عشان تسببون نزيف اسرع، عرفتوا انتم كيف؟ غير كذي فهني عندنا سبايكت كاركتير في الفلاسك، طبعا هذه تزيد الضربه المشحونه اللي هي تكون في الضربه الثجيله او التشارج اتاك، زين 20% لمده 3 دقائق. البلاد ساكن كاركتير نفس الشيء، يزيد الضرر 20% لمده 3 دقائق، لكن يتم يسحب من الدم شوي شوي. غير كذي عندنا الجريترون، عندنا مورغوث جريترون اللي يزيد الضرر لان كل شيء هني يزيد الضرر وياها يزيد الضرر، لا سوري. فهذا طبعا شو يسوي؟ يعطينا 25% هيلث زياده. غير كذي عندنا الاشفوار، هني هنسمع اقول لكم اللي هو
رويل نايت ريزولف. هاي نفس ما أقول لكم يوم تفعلون المهارة فيها أول ضربة من عقب تفعيل المهارة لمدة 10 ثواني تزيد الضرر فيها 80%. عرفتوا كيف؟ فحاط البليد لأن أنا حاط كل النقاط اللي عندي في شو نفس ما تشوفون هني في الأركين اللي هو عشان النزيف. فحين خلونا مثلا حخلون لو تشوفون هني عند الأرممنت زين 1398. فحين يوم أسوي كذي مثلا فعلت المهارة شوفوا كم وصلت من 1398 أتوقع لين 2517. طبعا نفس ما أقول لكم فقط أول ضربة بس الحين شوفوا لأن 10 ثواني فخلاص خاز. الحين بس براويكم طبعا في حبايبنا هالاثنين نفس ما أقول لكم اللي دائما نجرب فيهم. انزين اول شيء طبعا كيف تسوون البافز. اول شيء تحطون اللي هو الجريت رون. انزين عقبها تبدون طبعا في البلاسينج بون الفلاسك جولدن فاو بلد بويل اروماتيك. عقب تخلونا على السوارم اوف لايت. طبعا مو بضروري الشيء هذا لكن اذا حبيتوا عشان تفعلون نزيفه بسرعه. زين فحين هذا مثلا هناك فشو تسوون؟ اول شيء كذي ما ادري عاد بتوصل اصلا عنده اتوقع توصل لين عنده. زين فيته شويه بسرعه قبل. زين ما ادري اذا اختفت المهارة ولا لا. والله ساعات يوم موتي شوفوا كيف الضربة. وعقب تقدرون تكملون طبعا لان الضربة يعني تقدرون تكملون تدقون مرة ثانية التشارج اتاك او الضربة الثقيلة وعلى طول طبعا بيكمل الضربة اللي عقبها. الحين نكمل في الحبيب الثاني شوفوا كم الضرر. لان اسمع اقول لكم اتوقع في البداية هناك اختفى الضرر. فهذا هو نفس ما اقول لكم البلد بلد ريل دي اي. زين والله صدق كان ريل دي اي. المهم فها هو نفس ما اقول لكم طبعا هذا من اقوى الاسلحة وتحصلونه وايد بسرعة. زين امكانه طبعا خلونا نقول اذا مثلا هني ها طبعا اتوقع البداية انت تبدون من هني تطلعون تمشون شوي شوي تون هني من عقبها خلنا اراويكم مع السريع انا اقصد السلاح يعني وين تحصلونه. عقبها نفس ما تشوفون شوفوا وين السهم بتدشون هني ها داخل. انزين بتكملون طبعا على اليمين لين توصلون عند شو عند هذه الجريس. وعقبها طبعا بيكون هنيها فوق شو اسمه الحين طبعا لان عندي فما اتوقع انه بيعطوني واحد ثاني. زين ساعد بتذكر هل هو كان من هذا الدرب ولا من درب ثاني. ايوه عقبها تون هني. زين كملون طبعا ما عليكم اسحبوا على هالاثنين. طبعا هذيل بعد عندهم سلاح ثاني وايد قوي بسوي عليه بلد ان شاء الله المره الجايه. لحظة مين؟ والله نسيت. اوكي صح سوري من هني. تكملون طبعا. بيكون طبعا واحد من هذيل اتوقع اخر واحد. خلونا نجرب ليش لا؟ خلونا نغسل هذيل تشوفوا ضربة واحدة ايش كثر. كلهم من ضربة. لا تصارخ انت. زين اتوقع هذا اللي طايح هو اللي يعطي. هي هذا اللي طايح هو اللي بيعطي ال شو اسمه السلاح هذا. بس ثواني شوفوا هي هذا هو عرفتوا. ايوه شوفوا فهذا هو بلاد فيند ارم. والحين نسمع اقول لكم خبروني شو تبون اسوي من بلد لل اللي سمون الفيديو الجاي وكثر الله خيركم على الدعم.
depths of your foolish. Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Knight Letter, Dryleaf Den, and our ally will never allow this. Speaking to you, I say, Mikula, make the world a gentler place.
loyal blade. Promise you a 1,000-year voyage guided by compassion.